ينضم الينا من تل ابيب اوفير جندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي. سيد اوفير، بدايه، هل بداتم باجراءات عمليه من اجل سحب التقرير؟ نعم، اولا اتكلم من القدس. هذا التقرير او المقال الذي كتبه القاضي جولستون يثبت بانه التهم التي وجهها الى اسرائيل كانها ارتكبت جرائم حرب هي عديمه الاساس، وهذا ما قلناه من اول يوم، من اول لحظه. وطبعا هذا المقال هو جاء في مكانه، وهو يندم وهو يعرف الحقيقة والآن يعترف بها، وأعتقد أنه هذا ندم وهذه توبة تخدم قضية حقوق الإنسان التي تعود الآن إلى أصحابها. نعم سيد جندلمان، نحن نعلم ما قاله جولدستون، وبالطبع يعني ذكرنا ما ذكرته رسالته في الواشنطن بوست. سؤالي كان لك بالتحديد، هل سلمتم أي رسالة خطية؟ هل قمتم بأي تحرك عملي من أجل سحب هذا التقرير؟ أم لا يزال ما تقومون به هو في إطار التصريحات؟ نحن نقوم بنشاطات مختلفة على كل الأعقدة، خاصة على الصعيد الدولي والصعيد الأممي، لكي يتم شطب هذا التقرير الخاطئ الذي فعلا مس بمصداقيتنا ومس بأخلاقنا. ما هي هذه ولذلك الخطوات؟ ولذلك نحن نطالب الأمم المتحدة. لم اسمع السؤال. ما هي الخطوات التي تقومون بها؟ اولا وكما قال المراسل، نحن نطالب الامم المتحده بشطب هذا التقرير. الرئيس بيرس قد طالب القاضي جولدستون بتقديم اعتذار للشعب الاسرائيلي على هذه التهم الفارغه وعديمه الاساس. وفي نهايه المطاف يجب ان نذكر وجهت تهم لحماس التي ارتكبت جرائم حرب قصفت الاف المدنيين بالاف الصواريخ، وهذا هو فعلا نواه التقرير. كل التهم التي وجهت لاسرائيل اتضح بانها عديمه الاساس وجاءت على خلفيه سياسيه بحته، لانها وجهت من قبل مجلس حقوق الانسان الذي يتكون من دول تنتهك حقوق الانسان بشكل منهجي مثل سوريا وايران وليبيا، ولا نعرف تماما ماذا يحدث في هذه الدول بما يتعلق بحقوق الانسان. اذا افهم من كلامك بانكم تعتمدون الانتقائيه، يعني هذا التقرير مقبول ما قيل حول حماس ولكن غير مقبول ما قيل حول اسرائيل، هو نادم عن ما قاله فقط حول اسرائيل ولكنه ليس نادم عن ما قاله حول، يعني تاكدتم من ندمه في اي اطار يصب سيد جندلمان؟ كل المعلومات التي كان يشير اليها في مقاله كانت متوفره عندما الف هذا التقرير، لذلك نحن فعلا نشعر بارتياح ما، لانه فعلا يندم على هذا الخطا، على هذا على هذا الخطا الكبير. ومن الناحيه الثانيه السيد جندلمان، لانه فعلا هو مرت سنتان وهو كان يتجاهل الوقائع. نعم سيد جولدستون، هو فرد من لجنه قامت كلها بالتحقيق، يعني هو شخص واحد من ضمن لجنة مؤلفة من قضاة قاموا كلهم مع بعضهم بإجراء هذا التحقيق، وأنتم يعني في إسرائيل رفضتم استقباله حتى ليستوضح الحقائق على الأرض. أولا هو كان رئيس اللجنة وله طبعا مكانة مميزة، وأما باقي القضاة وباقي أعضاء اللجنة فهم كانوا يعبرون عن استيائهم من اسرائيل قبل بدء عمل هذه اللجنة، يعني كان واضحا تماما بأنه هذه اللجنة منحازة من أول لحظة ضد اسرائيل، ولذلك طبعا رفضنا التعامل معها. إذا كان واضحا بأنه هذه اللجنة هي لجنة موضوعية مهنية لا تنحاز لأي طرف كنا نتعامل معها، ولكن كان واضحا بأنه لهذه اللجنة سياسة مبرمجة، سياسة منهجية. ولكن اليوم بعد ندم جولدستون باتت اللجنة يعني لجنة مهنية، هذا ما أفهمه من كلامك. لا لا على الإطلاق لا، لذلك نحن ندعو إلى محو هذا التقرير، إلى شطب هذا التقرير لأنه عديم الأساس بكل ما يتعلق بإسرائيل وبكل ما يتعلق بحماس، أيضا شطب التقرير من أساسه فيما يتعلق بالجانبين. كانت هناك معلومات جزئية في هذا التقرير بما يتعلق بحماس، نحن قدمنا معلومات إضافية عن جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية ارتكبتها حماس، للأسف هذا التقرير تجاهل بعض المعلومات التي قدمناها. نعمل الآن أنه بعد هذا الندم، بعد هذه التوبة، بعد هذا الاعتراف سيكون واضحا للجميع وخاصة في مجلس حقوق الإنسان لأنه حماس هي منظمة إرهابية تقتل الأطفال عمدا وتنتهك حقوق الإنسان وترتكب جرائم حرب. شكرا لك من تل أبيب أوفير جندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي. بهذا نصل إلى نهاية هذه